ما حكم من صام ولم يصلي؟ إذ أن هناك أناس يصلون فقط في رمضان، ما حكم ذلك في الإسلام؟ جزاكم الله خيرا. من صام ولم يصلي فإن صيامه غير صحيح، وجميع أعماله لا تصح إلا بعد تحقيق التوحيد وإقام الصلاة وأداء أركان الإسلام التي هي بمثابة الدعائم التي يقوم عليها الدين، وهي خمسة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام التي يقوم عليها. فمن أخل بالركن الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وقارب شيئا من الشرك الأكبر فإنه لا تصح جميع أعماله حتى يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وكذلك إقام الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فجعل الصلاة عمود الإسلام، ومعلوم أن البيت لا يقوم إلا على عمود، كذلك الإسلام لا يقوم إلا على عمود وهو الصلاة، من ترك الصلاة لم يقم له إسلام. هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما إن كان يعترف بوجوبها وجحدها تكاسلا فهذا يكفر كفرا أكبر على الصحيح من الأدلة التي سمعنا وغيرها، يكفر كفرا ينقل عن الملة، وبالتالي لا يصح منه صيام ولا حج ولا أي عبادة من العبادات. فهذا الذي كان يصوم ولكنه لا يصلي لا يصح صيامه، وصلاته في يوم الجمعة لا تكفي، لأن الصلوات يومية، خمس صلوات يومية في اليوم والليلة، ليست مقصورة على صلاة الجمعة. نعم.